أي في طب النساء والتوليد. صباح الخير دكتور، شكرا لتلبيتك الدعوة. الله يسلمك، نشكركم على الاستضافة. صح، رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا لك. في البداية صحة ولهنا. نعم، في البداية نتكلم خلال هذا الشهر الفضيل، الكثيرات يتساءلن حول قدرتهن على الصيام خلال هذا الشهر، كيف يؤثر الصيام على صحة المرأة الحامل؟ الوغ الصيام مليح يعني للصحة تاعنا كامل الناس، مام المرأة الحامل مليح لها، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. يعني سي بروفي سيانتيفيكمون، علميا، انه الصيام يبوست ليمونيتي، يعني المناعه تاع العبد تكون بلو فهمتي قويه، ولي سيلول كونسيروز ميم سابو دي زيتود باللي يموتوا كي واحد ديسون. سي بور سا ميم في لي زيترونجي في لي بي اترونجي راهم يديروا سكون ابيل هذاك لو جين انترميتون، يعني يقعدوا باغيزومبل 16 ولا ما ياكلوش. دونك واش حبيت نقول باللي ولا كانت المراه قادره ما عندهاش امراض مزمنه دي مالادي كرونيك ومن بعد نهضر عليهم، ولا كانت كي تصوم ما يصرى لها حتى مشكل تقدر تصوم المراه الحامل، ما كان حتى خطر عليها ولا على الجنين تاعها. ربما تفضلي. تفضلي نعم. ربما يختلف التاثير باختلاف مراحل الحمل. فوالا دونك جوستومون جالي راح نقول لك هو الخطر يكون سواء في الفصل الاول ولا في الفصل الثالث. باسكو علاش في الفصل الثاني؟ على بالنا الحمل يتقسم الى ثلاث فصول، ثلاث شهور الاولين، ثلاث شهور الوسطانيين، وثلاث شهور الاخرين. الوغ ثلاث شهور الاولين شويه ديليكا، دوك نفهمك علاش، والثلاث شهور الاخرين ايضا. سينو في الفصل الثاني في ثلاث شهور الوسط هذوك مليح تكون المراه، يقولوا له ربيع الحمل تكون اون جينيرال مليحه، والفه الحمل تاعها ليطا تاعها مليح. باغ كونت في الفصل الاول شتي تكون مقلقه، تحب ترقد بزاف، وش الحاجه اللي يجينيها بوكو بلوس سي الوحم تاعها، الغطيان و اكزاكتومون سورتو القيء. هذاك القيء هو اللي يقدر يخليها ما تقدرش تصوم، خاطر ولا كانت توت لا جورني وهي صايمه ما تاكل والو، وبعد زيد في الليل كي تاكل تروح حاشاك ترد كلش، دونك ما تقدرش من بعد تشد لو لوندوما تزيد تصوم. في هذه الحاله سوا تصوم نهار بنهار، سوا ولا ما قدرتش كامل تقيه بزاف وحاله تاعها ماهيش مليحه ما تصومش لا غالب. فوالا دونك هي تشوف المقدره تاعها، يعني كما يقول لك الاسلام دين يسر وليس دين عسر. ربي عطاها رخصه ولا شافتها روحها تعيا بزاف وتتقيا بزاف وما تقدرش ترفد روحها وراسها يوجع الغثيان الدوخه وكلش، لا غالب تقدر تصوم تقدر تفطر بلوتو. طيب من خلال تجاربك اليوميه وعملك اليومي ايضا، ربما الكثيرات ممن لا تسمح لهن الحاله الصحيه صيام شهر رمضان يشعرن بالذنب من خلال يعني كمسلمات كذلك، كيفاش تكون ردة فعلهم لما تقولي لهم يعني حالة صحية ما تسمحش باش تصوم رمضان؟ شوف أنا يما نقول لهم افطروا باش ما معناه باش الذنب من ناحية طبعا من ناحية الصحية من ناحية الصحية دينيا يعني. دوك أنا نقولها شوفي أنت روحك ولا شتي روحك تقدري فوميو تصومي كما قلت لك، صوموا تصحوا يعني مليح للصحة تاعنا، بصح ولا كانت الله غالب يعني كما قلت لك الفصل الأول القية بزاف ما تقدرش نهار كامل هي صايمون، بعد كي تجي تاكل تتقيا غير ولا واش مليح تشرب دواء قبل ما تاكل باش ما تتقياش حاشاك، ودير دي غوبا فراكسيوني يعني تاكل بشويه بشويه ماشي كيما حنا ناكلو على بعد تاكل شويه حبه تمره كيما الرسول صلى الله عليه وسلم، شويه لبن من بعد شويه شربه، من بعد يعني بالتدريج في السهره تاكل غير بالتدريج باش وتشرب بزاف الماء باش ما ديرش ديزيدغاتاسيون، حيت باسكو حنا واش نخافو سورتو الفصل الاول لا ديزيدغاتاسيون، كي تبدا تتقيا تتقيا ومن بعد تنشف تنشف من الماء والجنين تاعها ايضا ينشف، يا ريسك دو مناس تقدر ميم تطرح. هذاك واش نخافو، كاين يجيهم تقلصات من بعد عضليه. سي بور سا اللي نقول لك يعني ولا شافت روحها ماهيش مليحه لا غالب، ولا شافت روحها مليحه تقدر تصوم. طيب ربما ذكرتي اسباب صعوبه الصيام في الثلاث اشهر الاولى أولى. بالنسبه للثلاث اشهر الاخيره بون كيما قلت لك الثلاث اشهر الوسطانيين تكون المراه اون جينيرال مليحه تقدر يعني تكون، غير ولا كان عندها امراض مزمنه لازم تشرب دواء. في هذه الحاله لا غالب بايزومب عندها داء السكري تخافي كي دير الانسولين، سورتو اللي بيكونوا بالانسولين يحبط لها السكر في النهار هذه ما تقدرش تصوم، ولا كان عندها الضغط الدموي لازم تشرب دواء كل ربع سوايع، ولا عندها انيمي سيفير يعني بزاف حابطه، ولا امراض اخرى كرونيك القلب ولا يعني فهمتي، دوك هذوك لازم يشربوا دواء وسي ديليكا شويه. سينو في الفصل الثالث انا واش نقول لي باسيونت،
نشوفهم قبل رمضان ولا ما كان عندهم حتى بروبليم، ندير لهم دي بيلون دي زاناليز، ندير لهم ليكوغرافي نشوف لو بيبي النمو تاعو ولا مليح ولا ماهوش غوتار دو كرواسونس يعني ولا ماهوش ضعيف، نشوف الماء تاعو ولا ماهوش ناشف ولا هي كلينيك موي مليحه والبيبي راهو مليح. نقولها مدام تقدري تصومي بصح، نقولها حاجه مدام غير تشوفي روحك دختي ولا في وسط يعني في وسط صيام غتايا ولا ما كنتيش مليحه ولا جعتي بزاف جاوك دي كرامب ولا طحتي ولا عطشتي بزاف كسري رمضان، يعني تقدري تفطري. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه لو ميساج اللي نقولوا لي باسيونت امبورطون، ولا باغيزومبل صمتي ومن بعد سمانه 10 ايام انا جو بريفير يعاودوا يوليو يشوفهم. مام انتوما ميدام كي تعاودوا تروحوا تشوفوا جينيكو تاعكم دير تعاود دير سكون ابيل ان بيلون، تشوف اسكو الصيام ما اثرش عليها وعلى الجنين تاعها. تعاود تشوف ليكو، تشوف اسكو لو ديفلوبمون تاعو يكبر مليح، اسكو ما نشفش، وتشوف الحركات تاع البيبي. نعم يعني ضروره التحاليل قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان. وبخيف فوالا 10 ايام 15 يوم تزيد تروح تشوف الطبيبه تاعها تقول لها ولاني مليحه، شوفي لي البيبي تاعي ولاني مليحه ولا نقدر نكمل كامل شهر رمضان. وحاجه ثانيه نوصي ايضا لي فام لي موفمون الحركات تاع البيبي سي تري امبورطون، ولا تقلصات الوغ ولا جاوك تقلصات دي كونتراكسيون فو تشوفي الطبيبه تاعك تقدري تفطري. باسكو علاش الصيام الجفاف يؤدي الى مناص داكوشمون بريماتوري، يعني المراه تقدر من الصيام يجي كي يكون جفاف يجيوها تقدر تولد قبل الوقت. دوك حاجه الاولى. والحاجه الثانيه يقدر لو بيبي يعيا، كيما انت ديري ايبوغليسيمي تفشلي، ميم لو بيبي يقدر يدير ايبوغليسيمي يفشل ما يحملش الصيام. في هذه الحاله كي تنقص الحركه ولا يجيوك تقلصات تقدري ما تصوميش، تشوفي الطبيبه تاعك تعاود تشوف مليح، ولا شافت ريسك على البيبي ولا تقدري ما تكمليش. فوالا. نعم، بالحديث عن كل هذه الحالات والتفاصيل الصحيه ربما التي تخص المراه الحامل، نتكلم ايضا ربما نصائحك طبيبه هانيه للام الحامل، خاصه النساء ربما تقوم بمجهود كبير من خلال احضار موائد او تحضير موائد الافطار. يعياو فوالا. دونك انايا واش نقول لو كونساي لي باسيون، هي كي تكون صايمه ولا خلاص كانت مليحه يعني ما عندها حتى مرض وديسيدي تصوم، اليساي دو ساميناجي تريح بايزومبل ما تخدمش بزاف، ما ديرش الطاقه بزاف في النهار، باسكو كي تبدل بزاف الطاقه وهي صايمه تعيا. دونك تريح ديري بتيت سياست، ميم ولا كان كاش واحد يعاونها في الدار شتي الفطور تاع الماء لازم توجدي وكلش سي فاتيكون. ديجا احنا ماشي صايمين ونعياو، ماشي حاملين ونعياو. الوغ المراه الحامل كي تقدر يتصيب شكون يعاونها سي اونكور ميو، وكي تقدر ما تخدمش تريح في الدار خير، باش هكذا ما تتعبش تقدر تشد حتى لليل. فوالا. ومن بعد نهضر لك على واش تاكل. طبعا البرنامج التغذيه الخاص بالحوامل خاصه من الناحيه التغذيه الصحيه كذلك والمتوازنه. اكزاكتومون. دونك كما قلتي لازم الغذاء يكون صحي ومتوازن وكامل، تاكل كلش وتاكل كما قلت لك بالتدريج فراكسيوني ماشي على مره، باسكو كي تاكل على مره تقدر حاشاك تطرد كلش. دونك بالعقل بالعقل، ميم السكر كي يطلع لها على مره، كي تاكل على مره ويطلع لها لي بيرغليسيميديك تفشلها تفشل لو بيبي. دونك الفي دي روبا فراكسيوني حاجه الاولى في السهره بالعقل بالعقل. والماء الماء سي تري امبورطون. لو ميساج اللي نقولوا ماشي غير المراه الحامل، كاع بور تو الموند لازم تشربوا في السهره، باسكو الجفاف ماشي مليح ليك ومام الجنين تاعك ماشي مليح. كيما قلت كيدير تقلصات ويدير دي كومبليكاسيون، يقدر الماء تاع البيبي ينشف، يقدر يخليه ما يكبرش. الماء سي تري امبورطون تشربي في السهره او موان 8 ولا 10 كوب في السهره. كل ساعه زوج تشربي الماء ولا ان جو ناتوريل هي تخدمه في الدار. جو دي كونساي هذوك لي جو اللي يشربوهم شتي برا فيهم بزاف لي سكروري لي كونسيرفاتور. ايضا السكريات خلال شهر رمضان اي لي كولور بشكل مفرط ماشي مليح هذاك الشيء. انا السكريات ما جو دي كونساي لي فام خاصه اونسين باسكو ريسك دو فير دي ديابيت جيستاسيونيل خاصه مع الاخر، وديابيت جيستاسيونيل على بالنا لي كومبليكاسيون تاعو. فهمتي من بعد المراه ال برون لو بوان بعد بور بيردر واعر، ميم لو بيبي يا ريسك دو كومبليكاسيون على البيبي، يا ريسك يموت مور فيتال ان ديتيرو، يا ريسك دو سوفرونس فيتال، يا ريسك يسمن بزاف ومن بعد في لاكوشمون يجيها واعر. دونك يفو تاكل ما تاكلش حلويات بزاف وتاكل تو سكي فيتامين
مليح تاكل الخضر، مليح المائده تكون كولوغي بيان كولوغي فوالا بالخضروات، فهمتي الفواكه تاكل من بعد في السهره، مليح المكسرات، مليح كاع الفواكه الجافه تري ريشون فيتامين لي سيل مينيرو، تاكل الحاجه الخضراء ايضا باغ اكزومبل لي سالاد تو سا لي بروكولي وهذوك، السلق حاجه خضراء فيها بور الجهاز الهضمي يعني تحبش ما ديش دي كونستيباسيون سي تري فريكون. طبعا نتكلم عن هذه النقطه اللي هي مهمه ربما في اطباق واطعمه نتناولها في شهر رمضان تشكل مشاكل الجهاز الهضمي خاصه بالنسبه للمراه الحامل. فوالا دونك كيما قلت لك ما تاكلش مليح تاكل هاد الخضر والفواكه كلش فيها الالياف، الالياف بوغ باش لا ديجيستيون تاعها باش الجهاز الهضمي تاعها يخدم مليح، ما تقعدش بالوني الغازات وحاشاك تقعد دو تخوا جور ما تخرجش يعني لي بوزوان تاعها، دونك مليح تاكل حاجات هكذا خضر فواكه مشتقات الحليب ايضا مليح مليح ليها، مليح للبيبي تاعها الكالسيوم يحتاج البيبي للكالسيوم، بروتينات مليح ليها مليح ايضا للبيبي تاعها باش لا كروسونس تاعو باش يكبر، بروتينات سي تري امبورطون. وجانسيست اوسي على المكملات الغذائيه يعني ماشي تاخذي غير الماكله، الطبيب اون جينيرال حنا في لي غروسيس كي نتبعوا لي باسيونت نعطيو لهم الحديد كالسيوم فيتامين دي اون سوبليمونطاسيون يعني نزيدوه لهم سيستيماتيك، كل مره حامل مليح الفصل الاول تاخذ حمض الفوليك وتاخذ فيتامينات سبيسيال تاع لي فام اونسيد، وابارتيغ دو كاتريام موا تبدا تاخذ مكملات الحديد كالسيوم فيتامين دي، هذا على الاقل يعني اوبليغاتوار حتى تولدي وميم كي تكوني ترضعي تري امبورطون، ومن بعد تحبي تزيدي مانيزيوم ولا كنتي ما تقضيش مليح ستريسي، تحبي تزيدي اوميغا 3، تحبي تزيدي دوت كومبليمون اليمونتيغ كان مليح. يعني باستشاره الطبيب طبعا بيان سور بيان سور المكملات الغذائيه. فوالا الطبيب يعطي لك اون جينيرال انت ميم تي فو دوموندي ولا ما عطاو لكمش يعني المكملات قولي لهم فوالا الحديد كالسيوم فيتامين دي لازم، وزيدي مكملات فيتامينات اخرى لي كومبلكس بي 1 بي 6 هذوك ملاح، كيما قلت اوميغا 3 فيه في السردين كاين في البواسون مليح للمخ تاع البيبي، فهمتي لازم لازم تاكلي حاجات صحيه وتزيدي لي كومبليمون يعني ادويه باش تعاوني لو ديفلوبمون تاع لو بيبي تاعك يكون اون بون سونتي، وباش تعاوني ايضا انت تقدري تكملي الحمل تاعك بلا ما تكون عندك دي كارونس يعني يخصوك دي فيتامين ولا الحديد ومن بعد تولي بلانيمي ومن بعد لاكوشمون يجيك واعر فوالا تكون فيه مضاعفات صحيه اخرى اكزاكتومون ميم ابخي لاكوشمون في لاليتمون تكون مخصوصه بزاف فيتامينات، الحليب تاعها يكون مخصوص من فيتامين ميم الرضيع تاعها يفا سوفخير يعني ما يكبرش مليح يعني حتى ممكن الجنين يتاثر ايضا الجنين والرضيع كي تولدوا باغ اكزومبل لو كانت بلانيمي في لا غروسيس كي تولد ايضا لو نوفوني يكون بلانيمي وهذيك الانيمي تاثر على لو نوفوني تخليه يدير باغ اكزومبل شتي لي برونكيوليت يمرطو يوليو بزاف فراجيل لي برونشيت تخليه عيان تخليه فهمتي ما يكبرش مليح، كاين دي كومبليكاسيون كيما الكالسيوم ايضا كيكون ناقص، علاش حنا اون سوبليمونت لي فام كيكونوا انسنت بالكالسيوم، ليبوكالسيمي يعني نقص في الكالسيوم نو سولمون ليها هي شتي لي فام يديروا بزاف لي راش دو دون باسكو الكالسيوم ما عندهمش يطيح لهم شعرهم ملانيمي مونك دو كالسيوم، ميم يديروا هذوك لي زارتروز هذوك لي كومبليكاسيون ديجينيراتيف يعني تاع العظم من بعد تعيا العظم تاعها لوستيوبوروز لارتروز كي تكبر، سي بور سا لي فام شتي كيكونوا سات عظمهم كاع يوجع دوك مليح تشربي الكالسيوم فيتامين دي، وميم لو بيبي تاعك ولا كان عنده ان مونك دو كالسيوم فيتامين دي يقدر كي يزاد بعد شهر يلحق يكونفولسي ليبوكالسيمي تقدر دير اون كونفولسيون، شوف يعني وين نلحقوا كومبليكاسيون يعني مضاعفات خطيره فوالا بور سا لي لامبورتونس تاع هادو لي كومبليمون اي سون تري امبورطون، اون بلوس تاكلي مليح تاكلي المشتقات الحليب ولي فيتامين والخضر وكلش، ايضا زيدي المكملات ما يكفيش الماكله يعني ضروره ضروري اوبليغاتوار. طيب نتكلم ايضا عن نقطه مهمه تتعلق بالمرافقه النفسيه للمراه الحامل ليس فقط خلال شهر رمضان ولكن بصفه عامه. وي المرافقه النفسيه سي تري امبورطون لو سوتيان لا فامي يعني تاعها اللي سي دو ليدي فهمتي تعاونها كيما الزوج تاعها مليح يعاونها كي يدخل من العمل تاعو مام يدخل معاها في وين تطيب يعاونها في الوجبه الغذائيه
ميم مور الوجبه شتي اون جينيرال يعياو خاصه المراه الحامل من خلال الجلي كذلك والوقوف طيله اليوم اكزاكتومون يعاونوها بخي شتي كاين بزاف يعني مشقه في سيدنا رمضان طبعا مي يعني عنده حلاوته اكيد عنده حلاوته اكيد اكيد شهر رمضان لازم مقدس سوتيان بالنسبه لكل الشعب المسلم لازم ان سوتيان فاميليال لازم المعاونه ولا كانت مع دار الغاشي لازم يفهموها ولا داخت وحب ترقد شتي لي فامونسات يحبوا يرقدوا لا سياست يحبوا ميم مور الفطور كاين يعيا ويحبوا يرقدوا يكونوا متفاهمين معاها معناتها ماشي يكونوا سيفير بزاف يسمحوا لها شويه يعني في الختام نتكلم عن النصائح اللي تقدميهم للمرأة والأم الحامل خلال هذا الشهر الفضيل. نقول لكم ربي يقدركم إن شاء الله وناي الكاميرا سي أنفاس. تفضلي هاي الكاميرا. فوالا دونك نقول لكم تصوموه إن شاء الله بالصحة والهنا وربي يقدركم إن شاء الله وفوالا وربي يكون معكم وإن شاء الله سيت أون إيتاب تجوزوها وتجوز سافا إتخ أن سوفونيغ برك. وان شاء الله يتعدى علينا العام الجاي ان شاء الله بصحه ولهنا. شكرا جزيلا لك طبيبه هانيه زروقي اخصائيه في طب النساء والتوليد شكرا لحضورك معنا. الله يسلمك. اذا مشاهدينا الكرام نواصل